أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. سلم التيار الوطني الحر رئيس مجلس النواب نبيه بري خطة تكتل لبنان القوي حل ملف النازحين السوريين. هذا الملف الذي بات مادة للمزايدات السياسية وتسجيل النقاط بين أكبر حزبين مسيحيين، إلا أن الرئيس بري بالاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اتفقا على توحيد الموقف النيابي من خلال جمع مطالب الكتل من الحكومة في توصية ترفع الأربعاء إلى ميقاتي للالتزام بها وتطبيقها. أما الملف الرئاسي فمجمد بانتظار حراك الخماسية واجتماعها يوم الأربعاء أيضا، إذ إن الحوار بات برأي الخماسية الطريق الأسلم لانتخاب رئيس للجمهورية. ومن منبر عين التينة اعتبر النائب الياس بوصعب أن المنطق الرافض لقواعد الحوار والتوافق في ملف الرئاسة سيطيل أمد الفراغ. يستقطب الثنائي الشيعي نواب التيار المهددين بالفصل، إذ إن الاختلاف في الآراء ضمن تكتل لبنان القوي يضع أصحابها أمام المحاسبة. فعشية جلسة المجلس التحكيمي بحق النائب ألان عون، هل يوقع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قرار فصله؟ كل هذه التفاصيل سنبحثها مع ضيفي في استوديو النائب سيزار أبي خليل عضو تكتل لبنان القوي. أهلا وسهلا فيك سعادتك. في كتير اليوم أحداث، وهيدا الأسبوع جدا حافل بالأحداث، إن كان الاستحقاقات الوطنية أو إن كان القرارات داخل التيار، رح نحكي عنهم كلهم. ولكن اسمح لي الملف الأبرز عند التيار الوطني الحر اللي هلأ مثل ما عم نشوف إنه في خطابات ما بين التيار الوطني الحر وما بين أيضا القوات اللبنانية كلها تصب باتجاه مخاطر النزوح، والبعض يقول إنه هناك مزايدات بين الحزبين المسيحيين. ماذا سيكون يوم الأربعاء موقف التيار الوطني الحر من هيدا الملف تحديدا؟ بداية بس تنحط الأمور بنصابة، التيار الوطني الحر حمل هيدا الخطاب من 13 سنة، وكلام رئيس التيار الوطني الحر من يومين نهار السبت بالبترون كان واضح. نعم. نحن مسرورين بانضمام الباقين إلى هيدا الخطاب، وهيدا عم بيصير خطاب جامع. ونحن على طول كنا نقول من وقت الاحتلال السوري قبل ما بيظهر إلا بتلاقي إرادتين داخلية وخارجية، ونحن علينا على القليلة بالأول نكون هيدي الإرادة الداخلية الجامعة لعودة النازحين إلى أرضهم، لأن هيدا حقهم بأرضهم وكرامتهم بأرضهم، وهيدا حقنا نحن ما يشاركنا بأرضنا شعب تاني، وأكيد هيدا مصلح للمجتمع الدولي كله اللي خايف من موجات النزوح والهجرة الغير الشرعية وما إلى ذلك. وأيضا علينا العمل مع الأوروبيين يلي هن جيراننا الأقربين إذا بدك بالأول، على تغيير هيدي السياسة اللي هن منتهجينا، إنه هن منن قادرين، ألف مرة أكبر من لبنان أوروبا، هي 10 مليون كيلومتر مربع. لا. ما قادرة تستوعب نص النازحين يلي استوعبهم لبنان، وبعم يعملوا سياسة، وهن حقهم يعملوا سياستهم اللي بيشوفوها بتأمن لهم أمنهم واستقرارهم. بس أنا إذا هيدي السياسة اللي هن عم يعملوها بتكون على حساب أمني واستقراري أنا وعلى حساب وجودي كلبناني، أنا بدي أرفضها وبدي أشتغل معهم على إقناعهم بتغيير هيدي السياسة وبالوسائل المتاحة لإلي. فبالتالي هيدا موقف التيار الوطني الحر من زمان. موقف التيار الوطني الحر هو مصلحة أوروبا بتمويل السوريين في سوريا لعودتهم، وليس تمويلهم لبقائهم في لبنان. بقى هيدي الوين وين وين سيتويشن، إنه مصلحة للشعب السوري، مصلحة لنا، ومصلحة لأوروبا اللي عم تدفع أموال المكلفين الأوروبيين عم بيروحوا هدر وسودا، وعم بيعكروا له علاقاتها مع الشعب اللبناني يلي تقاسم هو وياها قيم إنسانية وحضارية كتير كبيرة وقديمة جدا. فبالتالي التيار الوطني الحر كان كتير مسرور بانضمام كل الأطراف يلي اليوم رجعوا على خطاب حملوا التيار بآخر 13 سنة. الموضوع هو إيه؟ اليوم أهلا وسهلا بالجميع، وهيدي مهمتنا كلنا وواجباتنا كلنا، وهي مسؤوليتنا كلنا كلبنانيين نشتغل لعودة السوريين. بس ايه؟ بلا مزايدات. ما فينا نبرر اليوم هيدا
هيدي المزايدة لن تبرر او لن تمحي الذاكرة بالمواقف السابقة. عم نقول ما بدنا نطلع لورا، بس ما تزيد علي. بس بالمقابل هني كمان عم بيقولوا انكم انتم عم بتزيدوا، بالنهاية انتم طالعين من عهد 6 سنين، عهدكم، وهني عم بيقولوا لكم انه انتم لو فعليا بدكم تعملوا تحققوا هذه المعادلة، مصلحة السوريين، مصلحة لبنان ومصلحة اوروبا، كنتوا على القليلة عملتوا خطوة عملية خلال هذا العهد. عملنا خطوة عملية ردت 660,000 اذا بتتذكري، لما الحكومة مشيت مع رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه نحن بس بدنا نذكر لانه في هودي طلعوا، بس ما في يمكن رجع ثلاث ارباعهم فات، اكيد رجعوا فاتوا بالفوضى بالحكومات اللي رجعت بوقت الانقلاب اللي سموه 17 تشرين واللي وما تأتى من وراء، ايه اكيد بالفلتين اللي حصل رجعوا فاتوا، بس ايه بايام فخامه الرئيس عون نعمل خطوات عمليه ردت فوق 660,000 وهيدي سجلات. نعم. الامن العام موجود، بس في امر صغير بدنا نحكي، بس صحيح هلا بدنا نطلع لقدام، بس حتى ما خليها تفضل بس قبل ما تقطر. من 2011 بلشت الازمه السوريه، كل اللي كانوا عم ينتقدوا كانوا جزء من الاكثريه النيابيه اللي شكلت الحكومات من 2005 لل 2018. لل 2018 نحن كنا جزء من اقليه نيابيه شاركت بالسلطه، وكان عندنا وزارات، اكيد كان في عندنا وزراء بالحكومات وانا واحد منهم، بس نحن ما كنا الاكثريه بهيدي الحكومات. بقى اللي بده كان جزء من الاكثريه وبده ينتقدني الي، حقيقه بكون عم يستخف بعقول اللبنانيين. بال 2018 لما خسروا الاكثريه بهيدي الانتخابات ما وصلوا لنص الماندال، ما وصلوا للمي ماندال، لنص الولايه، وعملوا انقلاب وقالوا غير المود الشعبي ونزلنا عملنا انقلاب ب 17 تشرين 2019. فبالتالي فينا ناقش قد ما بدك الفتره السابقه. نحن اللي عم نقوله لقدام وجود البلد، وجودنا والكيان اللبناني مهدد باعتراف الجامعة. منشان هيك اليوم بلا مزايدة لتغطية أمور سابقة، خلينا نروح نشتغل كلنا سوا حتى نأمن عودة آمنة وكريمة للشعب السوري على أرضه، لأنه أكثر من 90% من الأراضي السورية باتت آمنة. صحيح. وهيدا يمكن بس بدنا الاتحاد الأوروبي يعترف بهذه المناطق الآمنة. مظبوط. وهيدا يمكن في الجزء البوزيتيف الوحيد الإيجابي الوحيد بكل اللي صار أخيرا بأوروبا، أنه بلش الحكي عن المناطق الآمنة داخل الأرض السورية، وهيدا بخلي أوروبا تلتزم ساعتها، ما بيعود فيها بس بيحكوا عن مناطق آمنة وبيرجعوا بيحكوا عن عودة طوعية، وبالتالي بعدنا بنفس الدائرة وبعدهم عم بيجربوا. صح. يعملوا المصلحة اللي هن بيشوفوها. بس خلينا نرجع نأكد، امبارح البطرك كمان قال هيدا الحكي. خلينا نرجع نأكد، العودة الطوعية هي أمر مرفوض، مبدأ العودة الطوعية. نعم. العودة ضرورية. نعم. العودة الكريمة والآمنة هيدي هي سياسة الدولة اللبنانية، لا مش طوعية، مش اللي ما بده يرجع فيما يرجع. نعم. لا، هيدي الأرض حق للبنانيين وليست حق لأي حدا تاني غير اللبناني. ساعتك بكلامك حطيت اللوم بعودة من يعني ساهمتوا بعودتهم إلى سوريا وعودتهم إلى لبنان على الحكومات المتعاقبة وما جرى بالسنوات الأخيرة. طيب هن بيقولوا لكم أنه على القليلة أنتوا لو بدكم كنتوا تضمنوا عدم عودة هؤلاء السوريين إلى لبنان، على القليلة كان لازم الجنرال ميشيل عون يطلع يحكي مع السوريين بهذا الموضوع. مين بده يساهم مع لبنان بإغلاق هذه المعابر غير الشرعية غير شغلتين. السوري شغلتين. واحد، العماد عون كان في عنده والكل عارفين كان في الاتصال ما كان مقطوع مع الجانب السوري، ولو ما هيك ما كان رجع 660,000 بهيداك الوقت. هيدا واحد. اثنين، الحكومة اللبنانية كانت اخذة قرار النائب النفس اذا بتتذكري، وكان في جزء كبير من اللبنانيين لما السليم بالحكومة رافض
هيدا الامر بقى كان بس هيدا مش صلاحيه عند رئيس الجمهوريه. ساعه منطالب بصلاحيات رئيس الجمهوريه ونحن بدنا نشتغل فيها ونثبتها، وساعه منقول انه في نقيب النفس، مثل كانه نحن عم نبرر حالنا، مثل ما القوات كمان عم ببرروا خطابهم السابق. يعني الكل عم ببرر مسؤوليته. بس كرمال رئيس الجمهوريه قلنا عمل اللي عليه، ما انقطع بالاتصال وساهم انه يرد 660 الف اكثر شوي، يمكن العدد هيدا بس فوق ال 650 الف هيدي سجلات الامن العام، وهيدا جهد عمله رئيس الجمهوريه، وكان عنده مفد ومفادين يطلعوا، الاتصال مش مقطوع. انما السلطه التنفيذيه اليوم لجهد الادارات، الاجهزه، كل ما الى ذلك، هذه تأتمر بالسلطه التنفيذيه يلي هي بمجلس الوزراء. بقى هون بصير الحق على الحكومه، هون وقت الحكومه بتقول نائب النفس، هون وقت اللي الحكومه بتتقاعص عن ضبط الحدود البريه وبتتشدد بضبط الحدود البحريه، لانه ضبط الحدود البحريه هي مصلحه اوروبيه، ما فيهم ما يسيروا الاوروبيين يلي مهدد ويلي عنده مصالح باوروبا بيئتمر وبيسير وبيماشي الاوروبيين بمصلحتهم بتسكير الحدود البحريه، ويلي عنده مصالح مع امريكا بيسيرهم بفتح الحدود البريه. هيدي مشكلتنا كانت. لو رئيس الجمهوريه، لو نحن بالجمهوريه الاولى ورئيس الجمهوريه هو بيأمر كل الادارات، كان فيك تحسبين عليها، بس رئيس الجمهوريه عمل اللي عليه وقدر رد اللي رده، ويعني مش بعيد، مش ايام جدي هالخبريه، هيدي من سنتين ما كان في خوف من المجتمع الدولي ساعتها. هيدي من سنتين يعني وثلاثة. كنا نشوف وزراء عم يطلعوا على سوريا والحكومه عم بتغض النظر، ان كان حكومه الرئيس الحريري، ان كان حكومه الرئيس ميقاتي، وكان عندكم حكومه اساسيه اللي هي حكومه الرئيس حسان دياب، اللي هي حكومه العهد، كانوا يقولوا حكومه الثنائي الشيعي والتيار حسان دياب كم شهر عايشه. طيب بس انا اللي عم جرب اسالك انه انتم كان عندكم خوف من المجتمع الدولي وما بدكم تقوموا بهذه الخطوه لانه المجتمع الدولي بعده مش حاضر لعوده النازحين. مش صحيح. اول شيء حكومه حسان دياب، وبيسال حسان دياب عنها، مش حكومه حسان دياب بابل 2020 استقالت، يعني من جانفيي استلموا بجانفيي 2020 واستقالوا. هيدي حكومة ست شهور كانت لتنكون واقعيين وما نضخم الأمور، وأصبحت حكومة تصريف أعمال فيما 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 بعد ذلك. نحن موضوع المجتمع الدولي هي الوحيد اللي ما حدا فيه زايد علينا بموضوع المجتمع الدولي، وتحملنا العقوبات لما ما سيرنا المجتمع الدولي بكل طلباته. انما هذا الامر لا ينطبق لا على كل المشاركين بالحكومه، لانه لم نكن لوحدنا ولا مره، اقصى اللي كنا فيه قاربنا التلت بالحكومه، ولا مره كان عندنا اكثريه الحكومه معنا، كان في مشاركين اخرين بالحكومات. بقى ايه ما كانت الحكومات متجانسة. اليوم سعادتك وزير واحد عندكم اللي هو وزير الشؤون الاجتماعية عم يعمل اللي ما بينعمل بموضوع النازحين، يعني انتو حتى ولو ما كان عندكم التلت كتيار وطني حر بوقتها كنتوا قادرين تعملوا خطوة، وكنتوا قادرين حتى ولو كانت حكومة الرئيس حسان دياب لست شهور. نحن عم نشوف هلأ بشهر قديه تقدم الموضوع، لانه هلأ خطابكم يا ريت بوقتها كان خطابكم بموضوع النازحين مثل اليوم حدة مواجهة تكون للمجتمع الدولي وللاتحاد الاوروبي. لا الظاهر هون عم نخون الذاكره شوي، لانه الكل بيعرف من 2011 التحذيرات، انت ناسي انه نوعتنا بالعنصريه. صحيح. نوعتنا باليمين المتطرف صاروا باوروبا، انت ناسي انه نحن حملنا العقوبات من وراء هالشيء، انت ناسي انه بعد خطاب الرئيس عون بالامم المتحده اندلعت الثوره دغري على كعبه، ونحن بنعرف شو الرساله كيف وين كانت. بقى لا ما فينا نمحي كل هالامر. اليوم الامر اللي سرع الامر، واحد صار في اشاره عن كلام برا، صار في اشاره عن كلام عن المناطق صوتي. الامنه. اوكي. وصار معروف انه لا يمكن هذا الامر يستمر اكثر من هيك. في بعض الاطراف مثل ما نحن
قوامنا 15 سنة الاحتلال السوري وب 14 أدار 2005 في أطراف كوعت وإجت معنا وصاروا هلأ هن السياديين وكانوا هن يتعاملوا هونيك وإخدين مناصبهم الوزارية والنيابية كلها من 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 من, من, من عنجر بهيداك الوقت صاروا سياديين. زيت الشي اليوم هيدا أمر عم يتكرر قدام اللبنانيين. أنا ما بدي هربهم بس لأنه عم بتفوتي بالتفصيل خلينا نرجع نستعيده. صارنا نحن 13 سنة بهيدا الخطاب. لما صار في البعض تلمس انه ممكن يبلش الحكي عن مناطق آمنة في سوريا وهيدا امر يعني العودة الى هيدي المناطق الآمنة، لما صار في حكي باوروبا من بعض النواب وهيدا بعد جهد جهيد عملوه جماعتنا شبابنا باوروبا مع البرلمان الاوروبي ينحكى عن تمويل في سوريا وليس في لبنان، تمويل العودة الى سوريا وليس تمويل البقاء في لبنان. لما صار في هيدا الجو بلشوا اطراف لبنانيين اخرين ما كانوا بهالتوجه يقولوا لا خلينا نلحق الموجه نلحق الركب نستلحق حالنا بهذا الامر. وهذا امر جيد جيد. في ناس تيجي من الساعه الاولى وناس تيجي من الساعه من الساعه الثالثه وناس من الساعه التاسعه. وهذا مثل فعلت الساعه الاولى وفعلت الساعه الاخيره مثل بالانجيل يعني عنا. فبالتالي كثير منيح اهلا وسهلا باللي انضم. هيدا الامر اكيد بيسرع القصة لما بينضموا لما بصير في ارادة وطنية جامعة مش لما بيكون في فريق واحد وما بدنا ننسى العالم 13 سنة اللي سابق هو بيحكي والافرقاء الاخرين بيطلعوا بينعتوا بالعنصرية والافرقاء الاخرين بيروحوا ببخبخوا عليه عند السفارات بيروحوا افرقاء اخرين بيروحوا يعطلوا علينا المؤتمرات اللي بنكون عم ننظمها بالبرلمان الاوروبي او باوروبا او عامة الدول الأوروبية حتى نعمل لوبينج لتغيير السياسة الأوروبية بيروحوا بيخربوا علينا بعض الأحزاب عبر علاقاتهم بالمخابرات هونيك أو ببعض السياسيين هونيك أو ببعض الأحزاب الأخرى هونيك. لا هو ما بدنا هو كلهم حصلوا إنما اليوم خلينا نطلع لقدام أهلا وسهلا بكل مين انضم. ما بقى نحكي عن مزايدات. اليوم الوضع معروف شو هو. اليوم نحن عم نرزح تحت عبء كتير كبير. نحن عم نستعمل دولارات اللبنانيين تنستورد محروقات لشعبين، عم نستعمل دولارات اللبنانيين تنستورد أدوية لشعبين، تنستورد قمح، تنستورد أكل لشعبين. هيدا الأمر ما بيخلينا نقدر نرجع نرد اقتصادنا على إجراء إذا كمل هيك. واثنين نسي الخطر الاقتصادي تزايد الجريمة، وشي طبيعي تزايد الجريمة لما بدوبل عدد السكان طبيعي دوبل نسبة الجريمة يعني بقل الاستقرار. هيدا نمره اثنين. نمره ثلاثة هيدا خطر كياني على لبنان، خطر كياني على لبنان لما رئيس الحكومة ببشرنا بهجرة موسمية انه جبلنا هو. طب ليه ما زبط هجرة موسمية للسوريين؟ لانه السوريين اذا راحوا بالهجره الموسميه وبقيوا هونيك هن ما بيقدروا يحملون، بس نحن لازم نقدر نحملهم. الاوروبيين ما في بقى. شو هي الحل كان بالنسبه له؟ انه اللبنانيين بيروحوا على اوروبا وبنعطي ارضنا للسوريين؟ هذا الامر لن يحصل. وهذا امر كمان خطا من هالنوع او خفه من هالنوع بالتعاطي بشان هالقد مهم لبناني ادى الى تجميع اللبنانيين. ومرت عاشرة أهلا وسهلا بالجميع لأنه هيدي الطريق المضبوطة حتى نشتغل لعودة آمنة وكريمة للسوريين إلى بلدهم لأنه هيدا حقهم. ونحن هيدا حقنا إنه ما يشاركنا بأرضنا شعب تاني. وهيدي أيضا مصلحة الأوروبيين بكونوا خلصوا من هاجس الهجرة غير الشرعية لما بكونوا عايشين الشعوب يعني بسلام بقراهم وبأرض اللي اليوم انضموا لإلكم بموضوع النزوح. عم بحكي تحديدا لأسمي الأشياء بأسمائها، القوات اللبنانية. طب بيعتبروا كمان القوات اللبنانية أنه حتى النظام السوري ما بده شعبه؟ هل أنتم كتيار وطني حر بتعتبروا أنه السوري ما بده عودته إلى دياره؟ ما في غطي أنا تقاعصي بشو بده النظام السوري. أنا شو بدي أنا؟ النظام السوري كمان ما كان بده يطلع من لبنان ب 15 سنه. وكانوا كلهم يقولوا كانوا يضحكوا علينا لما نتوقف لما نتظاهر يضحكوا علينا انه هو حيل مين وين. بالاخر ظهر النظام السوري من لبنان.
بقى هلا اذا النظام السوري ايه يمكن مصلحته هو طبابي اقل، ادويه اقل، استيراد اقل، محروقات اقل، الاستيراد بالحصار اللي صاير عليه، اكيد هيدا اهون له هو انه تكون كل هالفتوره اصغر عليه، بس انا هيدي مش مصلحتي، انا بعمل مصلحتي مش مصلحه النظام السوري. النظام السوري ما في يرفض شعبه لما بنقول له هودي راجعين لعندك، بس ما في انا اتخبط ما اعمل شيء اقول النظام السوري ما بده. لا خي انت شو بدك، نحن شو بدنا، نحن مصلحتنا وين مش مصلحه النظام السوري وين. انا من هذا الباب كنت عم بسالك انه لو طلع بعهده الرئيس ميشيل عون الى سوريا، على القليل كان حرج الرئيس السوري بشار الاسد انك اذا انت ما بدك ترجع شعبك انا جيت طلعت لعندك ولك وينك انت وقفت عوده شعبك الى بلادك. ما قلنا انه مسعى الرئيس عون على الرغم من الحكومات ما كانت بهيدا هذا المسعى بتعتبره كان كافي؟ ليك يمكن هلا ابوستيريوري في واحد يفكر انه ليه بعثت موفدين يمكن كنت تطلع، في حدا بيقول لك لو كان طلع كان عمل مشكله بالبلد لانه في جزء من اللبنانيين كانوا معارض لهالخبريه اشد المعارضه، هيدا ديبيت ابوستيريوري في ينعمل، انما الاكيد بقولوا il n'y a de plus têtu que les faits، ما في اعند من الوقائع. الوقائع اللي حصلت انه العماد عون لما سمحت له الفرصه بحكومه كانت ما كانت باتجاه معاكس، حكومه الرئيس حسان دياب على الرغم من انها عاشت 6 أو 7 اشهر بلاني بوتنشري يعني مكتمله الصلاحيات، قدر يرد 660 الف او اكثر شوي من النازحين، فلا هيدي تحسب للعماد عون ولا تحسب. طيب انتم هلا اليوم كتيار شو مطلبكم من رئيس حكومه تصريف الاعمال؟ يعني لننسى شوي التصويب بالسياسه على حكومه تصريف الاعمال، لنشوف عندنا جلسه نهار الاربعاء لانه الرئيس بري عم بيحاول يوحد المطالب ليجرب يتقدم خطوه لقدام بموضوع النزوح. هذا امر جيد جدا، شو امر جيد جدا انه يكون في توصيه واضحه ويكون في عليها اجماع بكره ب جلسه نهار الاربعاء، توصيه او موقف موحد، هيدا ساعتها بتبطل فيها الحكومه ترتجل. نحن ادمين عندنا استحقاقات، عندنا مؤتمر براسلز باخر الشهر، في قمه عربيه بالبحرين، هودي كلهم موضوع السوري رح يكون مطروح فيهم. فلما بيكون في عندنا موقف من البرلمان اللبناني موعود فيها الحكومه، وانا هون بدي احط نقطه بالمقدمه قلت توصية ترفع الى الحكومه، يعني متوخذين نحن السلطه الام، نحن اللي بنعمل حكومه ونحن اللي بنسقط حكومه، نحن ما بنرفع للحكومه، الحكومه بترفع لنا. اوكي بقى. اوكي التوصيه كيف بدها تكون؟ توصيه تحيل الى الحكومه، تحيل الى الحكومه للعمل بموجبها. بقى ايه اكيد هذا امر بيكون جيد جدا، توحيد الموقف اللبناني ببطل فيه يرتجل من كائنا من كان اللي عم بيمثل الدولة اللبنانية بالمؤتمرات وبهالندوات الدولية، هي ببطل فيه يرتجل لما بيكون في سياسة واضحة أو توصية واضحة صادرة عن البرلمان اللبناني يلي هو اليوم المؤسسة الشرعية الوحيدة إذا بدك السياسية الشرعية الوحيدة اللي منتخبة بعد يعني بعد كم يوم تنوصل للمي مانداه تبعنا، يعني هيدي هي نحن لنا لا عم نصرف اعمال ولما تدرب. طب بس هيدا منيح اعتراف بانه هذه المؤسسه الشرعيه الوحيده اللي عم تعملوا، انتم ببعض الاحيان عم بتساهموا بتعطيل هذه المؤسسه الوحيده، نحن انتم وغيركم. لا بالعكس، بس انه انتم ببعض الجلسات عم بتحاولوا تعطلوا هذه الجلسات، لانه هيدا مبدا، لانه الدستور واضح بيحكي عن توازن السلطات. لما بتكون حكومة تصريف أعمال يعني مش مكتملة الصلاحيات، ولما ما بكون ما في رئيس جمهورية قادر يرد القوانين لأنه هي صلاحية عند القوانين، لا يمكن أن يكون لا يمكن للبرلمان لو كان شرعي ومكتمل الصلاحيات أن يمارس كل صلاحياته عملا بمبدأ، وهذا مبدأ دستوري وفقه دستوري وشو بيقولوا اجتهاد دستوري مرسم، انه لا يمكن لمجلس النواب يمارس كل صلاحياته اقصى صلاحياته لما بتكون السلطات الاخرى مش قادره لا ترد له القانون، فلذلك نكتفي بتشريع الضروره ولم نعطل البلد. نحن محل ما الامر
كان بيهدد وبيعطل المؤسسات كنا عم نشارك. اما نشارك بجلسات 120 قانون لزوم ما لا يلزم، هذا صار جدل كثير حكينا فيه. بس انا بدي ارجع للموضوع الاساسي، شو مفترض بوفق وجهة نظركم انه تكون مضمون هذه التوصية؟ ماذا على الحكومة، يجب على الحكومة ان تقوم؟ يجب على الحكومة، في عندها عدة امور، فيها تبلش من جوا تنظهر لبرا. اوكي، بتبلش من جوا تطبيق القانون اللبناني. اوكي، اللي بلشوا فيها مظبوط، اقل شيء نطبق القانون اللبناني على الارض. أوكي. على الارض اللبنانية، كل داخل خلصي الى لبنان اعادة ترحيله. نعم. وضبط الحدود، وكل من حامل بطاقة UNHCR وعم بفوت ويظهر على سوريا، هيدا بتسقط عنه حكما صفة لاجئ النازح. نعم. نحن اللاجئ نحن مش منضمين. نعم. للمعاهدة. نعم. وبالتالي ما في شيء اسمه لاجئ. نعم. بقى بيتظهر وبيمنع من الفوت، ونضبط حدودنا مظبوط، منبطل بقصة الأربعين ألف عسكري وما أربعين ألف عسكري. الخطوات التصعيدية، نحن قطيع غنم على الكاميرات الانفراريد لقطوه وردوه، بس بيقطع 10,000 إنسان ما منشوفه. بس قطيع الغنم الخروف منرده. بس لا، بدنا نكون جديين بضبط الحدود، وأكيد بدنا نحكي مع الدولة السورية تنتعاون معها على القليلة من تاني ميل لضبط الحدود. كمان هي، لأنه ضبط الحدود يعني بدكم تطلبوا من الرئيس نجيب ميقاتي أنه يطلع على سوريا يتعاون مع النظام السوري لضبط الحدود. هلأ منشوف على شو منقدر نحن والكل نتوافق، بس هيدي ضرورية. أوكي. الاتصال يعني بالدولة. يعني أنتم بتعطوه الغطاء للرئيس نجيب ميقاتي أنه يطلع على سوريا. بالنسبة لإلي إيه، كل الدول العربية صارت بسوريا، هلأ وقفت على نجيب ميقاتي. بقى نحن عنا مصلحة لضبط الحدود حتى يروحوا، وبعدين العمل مع أصدقائنا الأوروبيين ومع المجتمع الدولي. هيدي الأموال يلي عم يدفعوها من أموال المكلفين تاكس بايرز تبعهم، بل ما تروح هدر وتسيء لمصالحنا، يتفضلوا يدفعوها بسوريا، بتعمل فعل أكتر وبيربحوا صداقة الشعب السوري لما هن بيساهموا بعودته الى ارضه. الاتحاد الاوروبي مش قبلين هيدا الموضوع، الاتحاد الاوروبي عم يحكي بمليار يورو هلا، وطلعت بالاخير المليار يورو اساسا عم يقبضها لبنان، ما بنعرف اذا هيدي هبه اضافيه او هن اصلهم اللي عم يقبضها لبنان. مشكلتي النقاش مش بالمليار يورو، قلنا المليار يورو هن عم يدفعوا اكثر منهم كانوا قبله، عم يغيروا لهم اسمهم هلا. بقى هيدي هي دعايه ما اجت بمحلها، والشعب اللبناني كله مسيس ومتابع، يعني ما اخذت هيدي الخبريه، ما اخذت 24 ساعه بلبنان كانت انطفت. يمكن بدول اخرى بيكونوا الشعوب بتتابعه اقل، مسيسه اقل منا، يمكن كانت بتعيش اكثر. نحن مشكلتنا هلا مش المبلغ وشو سموه، مشكلتنا مبدا تمويل بقاء السوريين. اوكي، التمويل هو لعودة السوريين. صحيح. مشكلتنا مع هجرة اللبنانيين، نفتح باب لهجرة اللبنانيين وتوطين السوريين. أوكي. مشكلتنا مع مبدأ دمج السوريين. بس هلأ كيف بدكم تواجهوا هيدا الموضوع؟ يعني هل ستدفعون بالحكومة لفتح الشاطئ اللبناني مثلا باتجاه أوروبا ليروحوا؟ لكن نحن بالنسبة لنا مصلحة لبنان ومصلحة وبقاء لبنان ومصلحتنا بالأمن والاستقرار ومصلحتنا الوجودية يعني والخطر الوجودي علينا بيبرر كل شيء. بس إنما هذا الأمر خاضع للنقاش بكرة بمجلس النواب. أنا لا أختصر شو بده يعمل مجلس النواب بكرة، أنا واحد من 128 وأنا عضو بكتلة، فبالتالي شو فينا نوصل على ديناميناتور كومان، قاسم مشترك نحن وباقي الكتل. أكيد اليوم في يكون عالي هذا القاسم المشترك، لأنه باقي الأفريقاء محفزين وصاروا حاسين مظبوط بخطورة استمرار الوضع على الشكل اللي هو فيه. طيب، رح يقدر يطلع مجلس النواب بخطة وطنية موحدة يعني نهار الأربعاء؟ بتمنى هذا الشيء، بتمنى. أوكي. وفي عمل جدي عم يحصل بين الكتل النيابية حتى نقدر نطلع بتوصية تكون واحد ملزمة، واثنين تمنع الارتجال بالاستحقاقات اللي جاي علينا. نعم. طيب،
خلصنا موضوع النزوح، في عنا بعض ملفات كتيرة، موضوع الرئاسة أساسا وموضوع الخماسية، بس اسمح لي أني بلش بموضوع أنه تحديدا بكرة في الجلسة المجلس التحكيمي بحق النائب ألاعون. هل يعني قافلة المطرودين من التيار الوطني الحر عم بتكبر؟ بس بدك تسمحي لي، نحن عنا بوليسي، عنا سياسة بالتيار الوطني الحر. نحن ما تحكم بالأمور لا الداخلية، لا نناقش أمورنا الداخلية. بس ما هذا صار على العلم إلا بدو... لا مين صار على يعني العلم؟ أنا يعني ماني أنا ماني عارف بهذه الخبرية. وبعدين مثلا كلها غلط، مثلا النواب والوزراء أمام مجلس الحكماء وليس المجلس التحكيمي. مجلس التحكيمي هو شيء تاني بقلب التيار الوطني الحر، حتى تعرفي أنه في كتير كب بالإعلام. ما شغلتي علق عليه، وهيدي سياسة أنا متبعها من زمان، وهي ملزمة صارت بزيادة بالتيار الوطني الحر، لأنه نحن ملتزمين. نعم. بالحزب. طيب. أمورنا الداخلية نناقشها داخل دوائرنا الداخلية وليس على الإعلام. يمكن كرمال هيك طلعت براس أنا أبقى لعون، لأن طلع حكي إعلاميا. لن أعلق. أنا زميل وصديق، ما بدي علق على هذا الأمر، والأمورنا الداخلية التيارية من إشا تيارية. طيب بس سؤال معلك بدي أحاول أنه كمان، بس أنا ما رح جاوب وحقك، بس أنا كمان حقي أني أسأل، لأنه كمان الناس صار هالقد هذا لما الموضوع. لما بصير شيء من هالنوع التيار الوطني الحر كل شيء بده يعلنه بيعلنه ببيانات رسمية تصدر عن لجنة الإعلام بالتيار الوطني الحر. لما بكون في عنا شيء بنعلنه، لأنه أنا منا شغلتي. طيب الناس عم بتقول حتى لو كان في قرار بشيء، ما انا شغلتي انا اعلم. اكيد. وانا مش ناطره منك انك تطلع تقول لي اذا الوزير جبران باسيل بده يفصله لنائب بكره ألاعون او لا، بس انا اللي بدي اسالك، يا الناس عم بتقول مثل كانه النائب جبران باسيل عم بيعلم باقي اعضاء التكتل بهذه الشخصيات، وخصوصا انه هذه الشخصيات الثقيله ولها تاريخ بالتيار. ما مش نكرين نشاط ولا نضال ولاني بموقع انكر نشاط، بس انا اوقات بكون الكل بيقولوا لي انه ما عصبت حكيوك امور داخليه، انا بالعكس بكون مبسوط. بتعرفي ليه؟ لما بكون هالقد العالم مهتمين بامور التيار الداخلي، لانه يمكن التيار الوطني الحر هو الحاله الديمقراطيه الوحيده بهالاحزاب هيدي يلي انا ترشح على النيابه. لا سيدة، لا بس عم بقول لك اي ديمقراطيه لما بدنا نحاسب نائب على كلمه قالها اعلاميا. هذا مش صحيح اللي عم تحكيه. بلا يحاسب اليوم النائب ألاعون على كلام قاله بظهور اعلامي. خليني كمل. لا مش صحيح. خليني كمل. لما انا تعمل نائب ترشح على النيابه قبل الانتخابات اللي بتصير، بقطع بثلاث انتخابات بقلب التيار. صحيح. لما مجلس القضاء بالتيار الوطني الحر بينعمل حملات وانتخابات، لما رئيس التيار الوطني الحر بينفتح بصير حملة انتخابية وبينفتح دوريا، قولي لي اي حزب من باقي الاحزاب بصير في كل هالبروسيسوس ديمقراطيك اللي بصير بقلب التيار الوطني الحر. لو في هالبروسيسوس موجود بباقي الاحزاب ما كانوا الكل بكون حديث الساعة على طول التيار. مشان هيك انا بكون مبسوط وبقول لهم على طول الكل ينتهجوا مسار ديمقراطي بقلب احزابهم، هيك بخففوا اهتمام بشؤوننا نحن، هيك بخلونا نحن نهتم بشؤوننا وهن بيهتموا بشؤونهم الداخليه. طيب بالاحزاب هيدا المسار الديمقراطي ما عم بنشوفه بالتنفيذ، يعني بالتطبيق. يعني لما بده يكون في قرارات اساسيه ومفصليه الكل بيعرف، وفي شكاوى ايضا، يعني في بعض الكلام من داخل التيار انه مش عارفين شو القرار، لانه بالاخير القرار بيد النائب جبران باسيل. مش صحيح. ان كان ببعض يعني أبرز موضوع مثلا المشاركة بجلسة تشريعية أو عدم المشاركة منها يعود لقرار شخصي للنائب. أول شيء نحن نظامنا نظام رئاسي صح، إنما في عنا مجلس سياسي وعنا هيئة سياسية، ما في قرار من هون وأنا عضو فيهم. بقى هذا الكلام كله اللي حدا قاعد برا، كل خبرية إلا بتقطع بالمجلس السياسي وبتتناقش وبكون في آراء هون، ياما تغيرت
تغير راي الوزير باسيل او تغير راي بعض الاعضاء. هيدا نحن عندنا نظامنا وعندنا ديمقراطيتنا الكتير حي بقلب التيار ونقاش كتير حي بقلب التيار. بقى لا اللي ما بيعرف قلب التيار كيف هو او اللي منه قادر على النقاش او اللي ما بيحضر ما في يقول انه مش صاير هيدا الامر. لا عم قلك نحن يمكن التجربة الديمقراطية هالقد بيور الوحيدة بالبلد حتى الكل عطول همه شو صار بقلب التيار واختلفوا على هالنقطة. ايه بصير في نقاش على كل نقطة. شو بلد مفتوح؟ بلد مفتوح كل التكتلات لما يصير في مشكل دغري نحن بنستثمر على هذا المشكل كأي حزب اخر. الأحزاب الأخرى بتعرفي كيف بصيروا القرارات؟ ما نحن منناقش مع زملائنا بكل الأحزاب منناقش مع زملائنا ومنشوف كيف بتكون قناعتهم بمطرح شوي بيجي القرار بتصير خلص نحن ملتزمين. انتو مش هيك؟ لا يعني انتم بموضوع التصويت باخر جلسه مثلا في 5 أصوات مش معروف كانت مين اعطاها سليمان فرنجي فات ما قدر يعني ينطر لتطلعوا من مجلس النواب. عملكم اجتماع داخل مجلس النواب لا يسال مين اللي ما التزم بقرار. يعني كل الاحزاب هيك عم تمشي ومن ضمنهم انتم. نحن بناخذ قرار ومننفذه. هلا ما بدي ناقش وقائع مش كلها مزبوطة عم تطلع بالإعلام لأنه هيدي سياسة لقلنا ما منناقش هيدي الوقائع. طيب بس في اللي هيدي وقائع مش مزبوطة. التيار الوطني الحر هو تجربة ديمقراطية فريدة بقلب الأحزاب اللبنانية. منقطع وكان عنا عدة دوائر أخرى يعني زيادة عن المجلس السياسي والهيئة السياسية ومجالس استشارية وميت خبرية بيناقش الكل بكل شيء. بس لما بناخد قرار بنلتزم فيه كلنا. طيب هلأ ما بدي أحكي بهذه الأمور بدي صوب لأن كمان بعد في عندي ملفات كتير. بس أنا بدي أخد موقفك الشخصي. حضرتك عم بتقول ألا زميل وصديق هل تشجع على قرار فصل ألا؟ لا أعلق لن أعلق. لا هيدا أمر تياري ما بحكي فيه بالإعلام. طيب مين بقي من الصقور اللي كانوا مع الرئيس ميشيل عون وقت ما كان جنرال وأبعد من لبنان؟ مين بعد في من الصقور؟ يعني إذا بدنا نحكي عن زياد أسود ما بدي نقش سيدة ما بدي نقش مايخ ريس ألا عون وهلأ يحكى عن سيمو أبي رميا إبراهيم كنعان. اول شيء سيبقى اول شيء ما بدي بدك تسمحي لي ما بدي الاسماء زملائي ما بدنا نتطرق لهم ولا رح احكي عنهم ولا وما بقبل انه يتم وصف البعض بالصقور وانه كانه البعض الاخر منه من الصقور. لا كانوا من المناضلين سيدتي في مناضلين سيدتي معليه التياريين كلهم مناضلين والتياريين كلهم صقور. مش في ناس صقور وناس مش صقور. والتياريين هن اللي بيقيموا من ان الصقور ومن ان الحمائم من ان اللي بيروحوا على المواجهة ومن ان اللي ما بيروحوا على المواجهة. هيدا التقييم التياريين بيعملوه لا الاعلام بيعملوا ولا انا الي حق يعني من يعني ولا انا النائب زياد اسود هو من كمان يصف ما بدي ناقش بالاسماء اي من الزملاء اكانوا في التيار او خرجوا من التيار. هيدا عهد اخده على حالي. انا ما بناقش زملائنا وتصرفاتهم على بس انا ما برضى يتم الانتقاص من اخرين. لا ما حدا عم ينتقص من قيمة الآخرين بس أنا عم بحكي لأنه هني بيقولوا أنه نحن كنا إلى جانب الجنرال ميشيل عون بوقت أزمته. الباقيين وين كانوا؟ يعني مثل كأنه عم بيصوبوا أنه النائب جبران باسيل عم يتخلص من كل من كان إلى جانب الجنرال ميشيل عون بأزمته. صدقيني مش هيدا البرسيبسيون بقلب التيار الوطني الحر وهيدي فقط دعايات إعلامية للطال من التيار الوطني الحر. التياريين كلهم صقور. التياريين اللي وقفوا بوقت الانقلاب على الجنرال عون ما كان صار له نص الولاية ربحان انتخابات بال2018
وقفت عليه كل الدول الخارجيه وكل اللي بيشتغلوا معه بالداخل تيسقطوه، وفيها هولي كمان صقور يلي وقفوا بوقتها وواجهوا بقى. لا، التيار الوطني الحر كلهم من الصقور، نحن ما عنا اقل من هيك. تتهموا ثنائي الشيعي انه عم بيساهم بانشقاق التيار الوطني الحر، لان عم نشوف في استقطاب لبعض، هيدي مش امور داخليه، هيدي تحالفات. ليه عم بتصوت كل الامور داخليه بالتيار؟ عم تاخذي الامور. انا لن اناقش هيدا الامر على الاعلام. طيب، علاقتكم بالثنائي الشيعي هل ستستمر اذا في حال كان هناك انشقاق بالتيار الوطني الحر؟ لانه اكيد كمان الناس صارت تعرف انه حزب الله عنده وفا، وفي بعض النواب عم يوصلوا كمان بدعم من اصوات الثنائي الشيعي. فانتم بتعتقدوا انه ممكن حزب الله يترك هؤلاء النواب لمجرد انه مثلا خرجوا من التيار؟ يعني هيدي معادلة كتير أساسية بالمرحلة المقبلة. هيدا سؤال فرضي. بعد ما خرجوا نواب ما خرجوا من التيار، ما في نواب خرجوا من التيار بداية. اثنين، سؤال فرضي. ثلاثة، لما بصير أمر ناخد منه موقف. علاقتنا بالثنائي الشيعي معروف شو هي. نحن وحزب الله ورقة تفاهم، نحن فيها 10 نقاط نحن ما غيرنا فيها، ابتعدنا نحن وحزب الله بعدة نقاط. نحن شفنا انه لا تتماشى، او موقفهم لا يتماشى مع مضمون وروحية ورقة التفاهم، اكان بموضوع بناء الدولة او موضوع الشراكة بالممارسة يلي حاصلة بحكومة تصريف الأعمال، أو بموضوع الحرب بغزة وجبهة المساندة ووحدة الساحات وما إلى ذلك. نحن قلنا استراتيجية دفاعية ولم نقول استراتيجية هجومية. طيب، أنا هون على المقلب الثاني، الرئيس بري رئيس مجلس النواب. نعم. وعم نسعى معه بمشاورات بنقاش حتى نقدر ننهي الفراغ الرئاسي، نفك الاستحقاق الرئاسي عن الوضع الإقليمي، لأنه ما بقى تحمل البلد رئيس جمهورية رح يكون مغيب عن كل. وين صرتوا بهذا النقاش؟ هل قدرتوا أنكم تقنعوا الرئيس بري أنه مرشحك ما بيقدر أنه يوصل وينال الأصوات الكاملة؟ وبالتالي لكن الرئيس بري ما عليه، يعني من أذكى السياسيين على الهدى، ذكي بقى. مش أنا بدي خبره أنه ما بيقدر يوصل مرشح، ما هو عارف. لا، بس يعني هو بلش يعني الحديث يعني بمرشح ثالث، هذا السؤال يعني بدون ما نقول له نحن انه مثلا بطل في حضور لمرشحك، بلش ينحكى باسماء بديله. الكل في مبادرات لما رضي فيها الرئيس بري او دعم الرئيس بري، اكيد هي مبنيه على 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 مرشح، ما بدي اقول ثالث لانه ما بعرف اي هو الثالث صرت، واي هو الرابع، واي هو مرشح اخر. خلينا نقول. أوكي. فبالتالي انا ماني بحاجه، لا انا ولا غيري يخبروا هالخبريه للرئيس بري، لان اكيد الرئيس بري يعني برايك هو طرحه لفكره الحوار كانت مدخل للانتقال الى مرشح اخر؟ لك وقايع هي سيدي، ما جاوبتوا معنا نحن اكيد نحن جاوبنا بالاول. انا عم بحكي لا، نحن متجاوبين من الاول. هلا صرتوا ضمن الاليه اللي وضعها الرئيس بري متجاوبين معه؟ خلينا وحدة أحسن ما نضيع اللي عم نسمعه. هيدي وحدة متكاملة. لا لا، يعني إنه الحوار مع الأهل. لا، قلتي لنا بالأول وبعدين، كأنه نحن غيرنا الموقف. نحن تيار الوطني الحر موقفه لا يزال هو. نحن قلنا من جويل 2022 عم بتقولوا مع الحوار، بس عم بتقولوا بدنا نناقش البرنامج. ما أنا هيدي بعرفهم. عم نقول إنه اللي ما عنده 65 نايب، اللي ما عنده 65 نايب ما في يقول، هي كانت افورد يقول انه انا ما بدي احكي مع حدا، وهيدي للكل. واجت انتخابات 14 حزيران يعني. نعم. بعد شهر بصير لسنه، وبينت انه ما حدا عنده ال 65 نايب، ما حدا عنده ال 65 نايب. فبالتالي هيدي صار لنا سنتين عم نحكي فيها انه لازم نحكي مع بعضنا. ونحن قلنا بنتساهل بشكليات، حكينا عن التساهل بشكليات وحكينا عن امور ثانيه، بس قلنا
وبعدنا عليها أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، إنه نحن بدنا حوار هادف مش حوار لربح الوقت، بدنا الحوار يكون مضبوط بوقت وبزمن معين. حوار ثلاث أيام ثلاث أيام، مش حوار مفتوح نعمل جلسة اليوم وجلسة بعد شهرين. هذا بطل حوار هادف. نحن من الأول كنا عم نقول حوار هادف بيكون في التزام بآخره، يا منروح منترجم الاتفاق اللي صار بالحوار بالجلسة، أو بيكون في جلسات مفتوحة أوكي. بدورات متتالية حتى نقدر ننتخب رئيس. هيدا ما ماشي، هيدا ما بلا هلا جلسات المفتوحة منا ماشي، جلسات متتالية بس جلسة مفتوحة، جلسات متتالية بدور بثلاث دورات وأربع دورات أوكي. أوكي. بس إنه بسك لا، هو في هو بيعتبر الرئيس بري إنه نحن إذا في حال فتنا على جلسة مفتوحة يعني سقطت فكرة التشريع. وبالتالي أنا بعمل جلسات نحن متتالية إذا ما وصلنا بكل الأحوال. إذا كانت بخلال أسبوع، ما نحن عم بتروح بين الجلسة التشريعية والجلسة التشريعية سنة، خلال الأسبوع ما رح يصير فيه تشريع ضرورة فائقة خلال الأسبوع. إذا حصل تشريع ضرورة وفيها مصلحة عليا للبلد، الحل موجود. فبكل الأحوال هذا موقفنا من الأول، الحوار مش لتضيع الوقت، حوار هادف تنوصل للرئاسي ويكون في التزام بآخره. نروح على الجلسات، يا أما نترجم الاتفاق اللي صار، يا أما نعمل والرئيس بري استعمل كلمة على طريقة الفاتيكان. على طريقة الفاتيكان يعني نسكر الباب ومنضل نعمل دورات حتى يطلع الدخان. هذه الكلمة استعملها قدامكم بلقائكم جمعة الماضي ولا قبل؟ استعملها. ما بدك تقلي تفاصيل. مؤخرا لمستوا تغيير بموقف الرئيس بري بخصوص المرشح؟ انا ما ما حكيتوا باسماء يعني؟ لا لا، على القليل مش انا لك التفاصيل. ما بينفع الكلام بالتفاصيل على الاعلام. اللي بينفع اليوم انه نقول عن النوايا، انه نقدر نروح عن الشروط العامه كيف بدها تكون، المبادئ الاساسيه اللي ما ممكن واحد يحيد عنها، وبعدين التفاصيل بتتم مناقشتها. لشو الحوار اذا بدنا نناقشه عبر الاعلام؟ لا بس ما هو المشكله كمان انه ما عندكم بس عقبه الرئيس نبيه بري، عندكم عقبه حزب الله المتمسك بمرشحه. سيدتي حزب الله بيفوض الرئيس بري بامور كثير. يعني هيدا التسوي اللي ممكن عم تشتغلوا عليها كتير. انا قلت انه في امور كثير مهمه، في امور كثير مهمه الحزب بفوض الرئيس بري فيها. اوكي طيب بس انتم علاقتكم بالحزب هلا على ما يرام، وتحديدا بموضوع موقفكم من جبهه المسانده، يعني انت مش مع فكره اللي كمان طرحها، مش لارجع لنائب ألاعون، بس ألاعون عم بيقول انه مش وقت هلا الحزب عم بيقدم شهداء نقوم نحن نضعفه داخليا ونحكي اعلاميا بهذه الافكار، على الرغم من بعض الاختلافات بوجهات النظر. انت مع التصويب على جبهة المساندة بظل أن حزب الله عم بيقدم الكثير من الشهداء؟ سيدتي ما حدا بيزيد على التيار الوطني الحر بالموقف يلي بقديس 13 تشرين دغري بعد اندلاع الحرب، الموقف اللي عمله الوزير باسيل، على الرغم من فشلنا مع حزب الله بنقطتين، كان بركيزتين من الركائز الثلاثة يلي حصلت، يلي بنيت عليها ورقة التفاهم يلي هن بناء الدولة والشراكة. على الرغم على الرغم من هيدا الشيء، لما اندلعت الحرب وبالثمانية تشرين قصف مزارع شبعة، طلع رئيس تيار الوطن الحر وقال حتى منتفهم اظهار القوة الرادعة بمزارع شبعة يلي هي ارض صحيح. ارض لبنانية، بس منوصل لمطرح لما منقول انه نحن ما معنا خبر باندلاع، ونحن منصدق انه ما في خبر وانه هيدا قرار اخذه السنوار، ولما منقول نحن ما منوقف الحرب الا ما السنوار يوقف، بقى نحن ضد معلي هيدي صارت صارت اكبر بكتير من الطاقة عن السكوت عليها، انه قرار الحرب يكون بايد السنوار، وقرار وقف اطلاق النار او وقف الحرب بايد السنوار. هيدا نحن لا يمكن،
كفريق سياسي لبناني بتاريخنا نحن التيار الوطني الحر انه تقطع وانه ما يكون لنا تعليق عليها. الفريق نحن الاخر وين بيقول لك، الفريق الاخر بيقول لك وين كان موقفكم من دعمكم لحزب الله بدخول حرب سوريا، وليه هلا انتم مثلا انه هيدا عم بالبعض عم بيصوروا مثل انه دفاع عن اسرائيل، كنتوا منخرطين بمواجهه داعش والمتطرفين السوريين. بعيد كثير، داعش والمتطرفين السوريين كانوا وصلوا احتلوا عرسال، احتلوا عرسال وهم يوصلوا على البحر. الاسرائيليين محتلين اراضينا كمان مزارع شبعتي. نحن قلنا فهمنا المعركه، وقال انه اذا الحصيله بتوصلني لتحرير شبعه وكفرشوبه والجزء الشمالي من غجر وحل السبع نقط العالقين من 13 الموجودين وكل الامور المتعلقه بالنفط والبترول والغاز بالبحر، ساعتها بتفهم انا هيدا الخبر. هيدي معلش هذا التفصيل كمان ما نسيناه، بس هونيك كان في داعش متطرفين أصوليين عم بيدبحوا كل من يختلف معهم بالرأي وبالمذهب وبالعرق وبالإثنية وعم يجتاحوا، مجتاحين المنطقة وبدون يوصلوا على البحر. حزب الله طلع دافع، ونحن قلنا منتفهم إذا بدي دافع عن البيت مش من قلب البيت. بس ما عم لاقي وين الفرق، ما هودي دواعش وبدون يجتاحوا البلد، وهودي نازيين وعم يعملوا ما اختلفنا إجرام وهني كمان مهددين. لما هجم علينا بال2006 نحن وقفنا صحيح. لو هجموا علينا هون الناس مستغربين لو هجموا 2006 ليه هذا الدعم كان كتير كبير لحزب لأنه الله. أول مرة كان همكن الوحدة الوطنية بس أنا بس لقلك هو بال2006 كان همكن الوحدة الوطنية والوقوف إلى جانب حزب الله. اليوم أنتم مثل كأنكم عم تتركوه وحيد بظل هذا المعترك اللي عم بيعيشوا بموضوع ال1701 ولقاء مع راب وال1559 وتسليم سلاح حزب الله. تفضل تفضل. بال2006 كان هجوم على حزب الله، بال2023 حماس هجمت على الإسرائيلية والإسرائيلية هجموا على حماس. لأول مرة بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطينيين عم بيقاتلوا على أرضهم. منيح، أنا مش مستعد ادفع بعد أتمين القضية الفلسطينية. نحن البلد الوحيد، خلينا الدول العربية في معاهدة دفاع مشترك، يلا يفوتوا الدول العربية كلها، ليه الفتورات على حساب لبنان؟ نحن هيدي موقفنا. لو الإسرائيل عم تعتدي على جنوب لبنان نحن منكون حدهم حزب الله، وأكيد منكون داعمين لأله. نعم. بس مش غزة، القصة عم بتصير بغزة بين الإسرائيلية وحماس، وحماس مش منسقة مع حدا وفتحت الحرب. هي انا بدي اسرج وكنتر وراها. نعم. ما بت ما بت ما بت ما بتمشي معي. طيب بسؤال اخير سعادتك، هل الرئاسة صارت الى ما بعد حرب انتهاء حرب غزة ام الى المجلس النيابي المقبل، يعني ما بعد 2026؟ هلا انا مش ما بصير. لا بس انا اسعى. كل الناس عم ببصروا. لا انا ماني محلل سياسي، انا سياسي. نعم. بقول موقفي. نحن عم نسعى مع كثير من الأفرقاء السياسيين حتى نقنع الآخرين أنه نفك الاستحقاق الرئاسي عن الوضع الإقليمي، لأنه نحن بالآخر 128 نايب بننتمي لكتل محددة شو هي، بنقدر نحكي مع بعضنا. وعيب ومرة تانية بنرجع بنقولها، اللي عارف حاله ما عنده حتى المينوريتي دو بلوكاج، مش قادر يجيب التلت، ال 36 او 37 نايب اللي مش قادر يجيبهم، ما في يقول ما بدي احكي مع حدا. بقى من قلنا من تموز 2022 قلنا الفراجمنتاسيون، التجرزم اللي حاصل بهيدا البرلمان، بحيث انه عدد الكتل صار اكثر وحجم الكتل صار اقل، يعني انه لا احد لوحده يمتلك اكثريه لا النصاب ولا اكثريه تاني دولة. يعني عم تدعي القوات انه يتواصلوا معكم ويفتحوا عليكم مش علينا، على كل اللبنانيين بدنا نحكي مع بعضنا، لانه اللي بيقول اللي ما عنده، يعني هو ما بده رئيس او ناطر، او هو رابط القصه بالوضع الاقليمي، ناطر يصير شيء تطور
اقليمي غير موازين القوى، وقلنا من اول نهار ومن قداس 13 تشرين طلع وقال رئيس التيار ما بتتصرف لا الربح بغزه ولا الخساره بغزه، ما بيتصرف بالداخل اللبناني. يعني اذا خسرت حماس، وانا بقول لك وقال الوزير باسيل مكررها، ما حدا حتى من الدول العربيه بده يعطي حماس هالمنظمه بتطرفها وبذهنيتها، ما حدا من الدول العربيه حتى بده يعطيها، عم يوقف حدا تيعطيها النصر. ففيما ولو ربحت حماس وعملت انتصار، حزب الله شو رح شو بيغير؟ بيزيدوا عدد نوابه؟ ما بيزيدوا عدد نوابه. واذا خسرت حماس بالحرب، حزب الله بينقصوا عدد نوابه؟ القوات بيزيد عدد نوابهم؟ لا. فبالتالي فينا نفك هيدا المسار عن المسار الاقليمي ونروح نحكي مع بعضنا حتى نقدر ننتج رئيس، تنقدر نشكل من بعد حكومه تكون مكتمله الصلاحيات، تقدر تنكب على التحديات يلي قدام البلد. نعم. اولا النزوح السوري، الوضع الاقتصادي، اموال المودعين، العالم يلي مش قادره توصل على مصرياتها، كل هول الامور انه منيمينهم لا امتي الى ما بعد انتهى الحرب على غزة. هيدا صار وقت، هيدا اللي نحن ما بدنا اياه. طيب النائب سيزار ابي خليل، شكرا كثير لحضورك. شكراً. اليوم اهلا وسهلا فيك، انبسطت كثير فيك. الله يخليك. عصبتك شوي، عذرا على تعصيبك، ولكن ما في شيء بعصبني. اهلا وسهلا فيك، ضيف كثير عزيز، والشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعه هذه الحلقه، والى اللقاء.